يا اهلا بحضراتكم، عوده مره ثانيه ل10 الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه، وفقره اعتقد هتكون مهمه لكتير جدا ده ان ما كانش لكل حضراتكم. ليه؟ لان احنا هنتكلم من خلالها باختصار شديد عن اللي عايز يزود الوزن يعمل ايه، اللي عايز ينقص في الوزن يعمل ايه، اللي عايز يثبت وزنه يعمل ايه، طبعا الى جانب التغذيه في فصل الشتاء بصفه خاصه. وكنا لسه بنقول انا ونهاوند لحضراتكم في لينك من اللينكات اللي فاتت ان في ناس كتير بتبقى فاهمه بالغلط ان طالما الشتاء جه والواحد عايز يدفى فلازم ياكل كتير وياكل نوعيات معينه من الاكلات. عموما دي يعني مجموعه بسيطه من الاستفسارات اللي اكيد هنتوجه بيها لضيفتنا اللي منورانا النهارده الدكتوره ريهام صفوت اخصائي التغذيه العلاجيه. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل، اهلا بيكي، اخبارك ايه؟ منورانا. ميرسي، ده نوركم. ربنا يخليك يا دكتور. انا هستاذنك هبتدي بسؤال عشان نهاوند موصياني ابتدي مع حضرتك بالسؤال ده. اوكي. وبرده هو بطبيعه الحال سؤال مهم الناس كتير من اللي بيشوفونا، هو في ناس مش شرط تكون بتاكل كتير ولكن بتزيد باستمرار لا لشيء غير لان طبيعه الهرمونات اللي عندها بتخليها مياله للسمنه؟ اكيد. هو الموضوع في نقص او زياده الوزن ليه عوامل كتير جدا غير الاكل. يعني احنا ممكن نكون مقللين الاكل جدا، ما بناكلش حلويات، ما بناكلش بالليل، ومظبطين نفسنا جدا، ونلاقي ان احنا عمالين نزيد في الوزن. وده شكوى انا بسمعها كتير جدا. التغيرات الهرمونيه مثلا، هدي مثل، الفترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية عند الستات مثلا، بتلاقي انه هبوط مستوى الاستروجين بيخلي دايما في زيادة في تركيز الدهون وتغير شكل الجسم. يعني بقت السمنة بدل ما شكل الستات زي ما انا هقول بعد كده انه بدل ما شكل الستات هو شكل الكمثرى، لا، بدأت تبقى شكل التفاحة، اي انه الدهون بدأت تتركز اكتر في منطقة البطن. نيجي نشوف مثلا تغيرات الغده الدرقيه، بدا يزيد الوزن واحنا مش عارفين في ايه، عمالين نقلل الاكل بتاعنا، نقلل الاكل بتاع، وصلنا ان احنا بناكل وجبتين في اليوم ومع ذلك بنزيد وفي فتره قليله جدا. لازم نتشك الغده الدرقيه ونشوف فيها ايه، لانه برده نقص مستويات التي 3 والتي 4 والكالسيتونين اللي بيفرزهم الغده الدرقيه بيأثر جدا على عمليات التمثيل الغذائي. بتهيألي التشك اللي لازم الواحد يعمله على الغده الدرقيه للحالتين، للي حاسس ان هو بيحس ده حقيقي، لان برضو او زيادة الوزن بدون مبرر في فترة صغيرة. طبعا لقوا انه نقص فيتامين د، وده عليه كلام كتير جدا واقاويل كتير جدا الفترة اللي فاتت. نقص فيتامين د برضو بيؤدي الى نقص عمليات التمثيل الغذائي، نقص امتصاص الكالسيوم، فكله برضو مرتبط ببعضه. الحقيقة انه كمان الستريس، احنا كلنا دي نقطة بنغفل عنها، وبيعمل نتيجة عكسية مع نوعين من البشر. في ناس تبقى ستريس او متضايقة تاكل بفظاعه، وفي ناس بتفقد الرغبه. هو اللي بيحصل انه افراز الكورتيزول بيبقى زياده في الجسم، وده من ضمن الستريس هرمون. وطبعا الناس اللي ما بتنامش بصوره كافيه، الناس اللي هي على طول في عندها حاجات شغله بالها وتفكير، الناس اللي هي ما بتاخدش راحه، جسمها ما بيرتاحش، كل الناس دي الستريس ده لقينا انه المستوى بتاع الكورتيزول بتاعهم بيبقى عالي جدا، وبالتالي تخزين الدهون في منطقه البطن بيبقى بصوره كبيره جدا. والناس دي تعمل ايه في ما لازم بقى نبتدي نشوف، هل احنا محتاجين ان احنا نروح لدكتور نفسي؟ هل محتاجين ان احنا نعمل ميديتيشن؟ يعني ممكن نمشي، ممكن ان احنا نمشي في مكان مفتوح، ممكن ان احنا ناخد اجازه، ممكن ان احنا ناخد قسط من الراحه. يعني البدن ليه حق علينا، يعني لازم نرحم نفسنا بالبلدي. لازم لانه طبعا الكورتيزون من الحاجات اللي الناس برده مش فاهمه، ان انا عدم النوم او ان انا مفحوطه في الشغل او ان انا بشتغل اكتر من 12 ساعة، الكلام ده كله بيأثر جدا على عمليات الحرق. يبقى احنا قلنا احنا ادينا امثله بسيطه جدا كده للهرمونات اللي ممكن تأثر على الحرق بتاعنا، بغض النظر انت بتاكل سليم ولا مش سليم، ده موضوع تاني. جميل. طيب دخلت الشتاء، وحضرتك ادرى مني مليون مره بان في ناس كتير بتبقى معتقده ان الشتاء بيستدعي اكل معين بكثافه معينه، يعني كواليتي وكوانتيتي الاثنين. الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ وايه الاكلات المثاليه اللي ممكن نحس من خلالها بالدفى من غير ما نزيد في الوزن؟ طب تعالى اقول لك خبر حلو كده، يعني يا ريت الناس ايه تاخده كده مني وتتامل فيه. فضل. هو الشتاء مفروض الناس تخس فيه على فكره. ليه الناس تخس؟ ليه؟ لانه احنا طبيعي الجسم بيرفع طاقته او بيرفع معدل الحرق بتاعه علشان يقدر يدي حراره علشان نحس بالدفى. تمام. يبقى اذا احنا لو ما عملناش الحاجات اللي احنا بنعملها في فصل الشتاء دي هنطلع من الشتاء خاسين، مظبوط. بس ايه اللي بيحصل في الشتاء؟ اللي بيحصل ان احنا قاعدين من غير حركه، اللي بيحصل ان الليل طويل،
فطبعا احنا قاعدين بناكل فتره اطول. طب. اللي بيحصل ان احنا فتره الصبح دي ممكن ما نفطرش، ممكن ما ناخدش وجبات سناكس مثلا او وجبات بينيه في النص، ونيجي على بالليل بقى نلتهم الدنيا بحجه ان احنا في الشتاء. طب ما انا ابدل الحاجات الغلط اللي انا بعملها بحاجات مظبوطه. نمره واحد، تعالى نفطر وجبه فيها نشويات، وجبه فيها بروتين ودهون صحيه، ده هيديني طاقه لفتره طويله. حلو. على بال ما اجي وجبه الغداء هبقى مكتفيه بكميه الغداء اللي فيها برضو بروتين ونشويات معقده وفيها دهون مظبوطه. طب هاجي بالليل بقى وانا قاعده كده قدام التلفزيون، انا بدل ما هاخد مثلا شوربه فيها دهون كتير واكل طبق مكرونه عالي الدهون، اخد بقى حاجات دسمه جدا، لا انا ممكن اخد طبق شوربه عدس من الحاجات المعروفه. جميل. جدا بالنسبه لنا. جميل. اللي هتحسسنا ان احنا عندنا طاقه وان احنا هتدي حراره لجسمنا. شوربه الخضار نفس الكلام، هو انا لازم اضيف لها دهون؟ لا. طب الكاكاو والسحلب معانا برضو في الشتاء ولا ايه وضعه؟ اه معانا على فكره، مش مشكلة. معانا جدا، بس انا عايزه اقول حاجه، احنا اللي بنحط سعرات زياده. يعني كوبايه السحلب فيها 300 سعر، حلو، انا هضيف لها بقى مكسرات، هضيف لها فول سوداني، ده هيزود طبعا السعرات بتاعتها. طب ما تيجي اعمل السحلب ده بدل ما اعمل في الكوبايه دي مثلا معلقتين كبار احط معلقه واحده، بدل ما احط لبن كامل الدسم احط لبن خالي الدسم، او احط اللبن يعني كامل الدسم. ناكل ونشرب اللي احنا حابينه بس نعمل بس منوره يعني. بالظبط، نعمل لبن خالي الدسم ونزود سوري كامل الدسم ونزود عليه شويه ميه. ممكن بدل ما احط مكسرات مش محمصه نيه وازيد من قيمته الغذائيه ويبقى وجبه عشاء كامله. هي المحمصه بتزود الوزن والنية؟ لا 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 لا، مش قصدي كده، قصدي ان احنا بنضيف الاوميجا اللي احنا محتاجينها اوميجا 3 فبصوره جيده، فانا باخد وجبه متكامله. طيب بدل ما اضيف سكر كتير ما احط سكر دايت، او ان انا احلي بمعلقه عسل. الكاكاو، تعال اختار الكاكاو الخام. الكاكاو اللي هو فيه مضادات اكسده وفيه سيلينيوم وفيه ماجنيزيوم، يعني حلو، حلو جدا، طبعا مفيد. يبقى انا ما عملتش حاجه، انا ما بوظتش الدايت، انا بالعكس انا اتدفيت وخدت حاجه بحبها زي الفل. طيب انا شايف في في ثلاث رجاله معانا في ثلاث رجاله قاعدين معانا، نقول لهم مساء الخير. اول حاجه ده عايز اتكلم هنا على السمنه. طبعا احنا بنشخص السمنه بمؤشر الكتله البادي ماس اندكس، بنقول انه مؤشر الكتله لو اكتر من 25 ده في حاله زياده وزن، واكتر من 30 ده في حاله سمنه. طب هل ده الطريقه الوحيده اللي بشخص بيها السمنه؟ لا طبعا، لاني لازم اشوف السمنه دي نوعها ايه او شكل الجسم ايه، وده الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه، الهرمونات وتاثيرها على شكل الجسم. هي السمنه انواع؟ اه طبعا السمنه انواع. انا زي ما قلت لحضرتك الستات شكل الجسم بتاعهم شكل الكمترة. شكل الكمترة يعني الدهون متركزه اسفل السره والارداف. الرجاله شكل التفاحه، وده الاخطر لان السمنه كلها متركزه في منطقه. في رجاله اقرب للبطيخه، ان جيتي الحق يعني، ده حقيقي. هم مش بيتابعوا نصايح حضرتك اللي بتتكلمي عنها، خطر جدا. بس نيجي نتكلم بقى على انه كمان في نوع تاني من الدهون خطر. انا عندي هنا الراجل ده شكله طبيعي، عندي دهون اللي هي الاصفر ده تحت الجلد، دي اسمها سبكيوتينيوس فات. وفي دهون تاني اللي هي بتبطن الاورجنز او الاعضاء الداخليه. دي اللي اسمها الفيسرال فات. كل ما زادت الفيسرال فات كل ما احنا هاي ريسك لامراض كتير، زي السكر من النوع التاني، زي الكوليسترول، زي الضغط، زي الالزهايمر، زي كانسرز كمان. فاحنا لازم ناخد بالنا. على فكره في ناس ممكن تكون رفيعه بطنها فلات جدا، لكن هي عندها سمنه في الاحشاء اللي هي الفيسرال فات. بنقول عليهم الثين انسايد فات اوتسايد، ثين اوتسايد فات انسايد. فلازم نخلي بالنا انه ده بدا اهو يظهر له الدهون الداخليه. ثم هنا بقى السمنه، سواء السبكيوتينيوس فات عاليه او سواء الفيسرال فات عاليه. أوكي. ودي اللي هي السمنه المركزيه. طب اعرفها ازاي؟ طبعا احنا عايز اقول لحضرتك انه في طبعا اشعه بتتعمل ويمكن تكون مكلفه، لكن بالطريقه البدائيه دي احنا بنقيس دوران الوسط اللي هو بناخد بالمزوره كده من عند السره، والارداف بقيس المسافه بين العظمتين، اعلى عظمه الفخذ الحوض بقيس المسافه دي وبقسمهم على بعض. أوكي. طيب ايه اللي هيطلع لنا بقى نشوف كده؟ ممكن دي نشيلها، دي ممكن نعمل كده. طيب الهيلث ريسك، احنا قلنا ان كل ما زاد الدوران الوسط على الارداف
كل ما احنا هاي ريسك الامراض. فاحنا الريسك ده بيقل لو هي 0.8 او اقل عند الستات او 0.95 عند الرجاله. طب الريسك ده بيبقى متوسط لو النسبه من 0.81 ل 0.85 عند الرجاله، من 0.96 ل1. الريسك ده بيبقى هاي واعرف ان انا قربت ان انا في مرحله ما قبل السكر او الكوليسترول او الضغط هيعلى لو 0.86 اكتر فاكتر عند الستات، 1 فاكتر عند الرجال. تمام. يس، سهل جدا، ممكن كلنا نقوم نقيس كده ونشوف احنا هاي ريسك ولا لا. وده ما مضطرين نعمل الاشعه، يعني لو اضطرينا طبعا الطبيب في وقت من الاوقات بيبقى محتاج ان هو يعمل اشعه بس للتسهيل. تمام. نيجي هنا نتكلم بقى على الستة تايبس اوف فات. بص هنا متركزه في كل الجسم. اوكي، وده عاده بيحصل نتيجه اضطرابات هرمون الثايروكس، اضطرابات الثايرويد جلاند، او انه الغده الدرقيه بيبقى فيها اضطرابات اللي هي السمنه بتبقى واخده الشكل كله. أوكي. وساعات كمان مع الكورتيزول بنلاقي انه بتزيد السمنه في منطقه الظهر، بتزيد في منطقه البطن والارداف. طبعا هنا اللور ابدومن ده طبعا برضو مع الستريس ممكن يظهر مع الكورتيزون. طبعا ده اقرب بقى للكرش الكلاسيكي اللي بنشوفه. بص اصلا هو كاتب لك ايه؟ كاتب لك انه ده بيحصل مع عدم الحركه. ما هو واحد قاعد على مكتب طول الوقت، عضلات بطنه ضعيفه، هو عمال يخزن في دهون فقط لا غير، وبالتالي هو ده المنظر اللي هيبقى موجود في الاخر. حلو، قبل بقى ما نكمل هستاذن حضرتك بتفصيله كده، ازاي يعني اللي عنده النوع ده من المشكلات تمام يتخلص ازاي من الدهون في الحاله دي او في الحاله دي او في الحاله دي؟ طيب نمره واحد، انا يعني انت مثلا عندك ده، احنا هنقول ان ده عنده ستريس وعنده كورتيزون عالي. زي ما احنا قلنا نمشي كل يوم من نص ساعه ل 60 دقيقه. أوكي. نمره اتنين، لازم ابعد عن الحاجات اللي بتعلي سكر الدم، يعني ابعد عن السكريات البسيطه، ابعد عن الدهون الغلط، اختار دايما دهون نافعه، اختار مثلا زيت الحار، زيت الزيتون، اختار المكسرات. مش قادر اشتري مكسرات، ممكن اشتري الفول السوداني، جميل وفي متناول ايدينا كلنا. حلو. ايه بالمناسبه ايه السكريات البسيطه؟ السكريات البسيطه العيش الابيض المعموله بالدقيق الابيض. أوكي. المعجنات، الحاجات الحلوه اللي احنا ان هو سكريات معناها حلو بالضروره؟ لا 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 مش شرط. فانا بتكلم على مثلا الحاجات اللي هي المقرمشات بقى والحاجات اللي هي معموله المعجنات والحاجات دي كلها غلط جدا، لانه ده طبعا هي على فكره فيها دهون وفيها نشويات، لكن انا عايزه اقلل جدا من النشويات البسيطه والدقيق الابيض اللي انا بستخدمه، استخدم بداله بقى الدقيق البني، العيش البني، التوست اللي هو بالحبوب الكامله، البليله، الشوفان. وده التلات انواع يعملوا اللي حضرتك بتتكلمي عنه. طبعا. أوكي. طبعا. حلو. طيب نيجي نتكلم هنا بقى، ده تاثير هرمون الاستروجين. أوكي. وده طبعا بيخلي الدهون بتتراكم في منطقه الفخذين ومنطقه ما تحت السر. تمام. هنا ده طبعا برضو بنقول الشرب الكتير اللي هو الكحول الكتير او كده، او ده مش موجود عندنا. طبعا هنا برضو وقت اضطرابات الهرمونات، وقت الحمل او ما بعد الحمل او الرضاعه. يبقى احنا عندنا اشكال الجسم دي كلها ممكن تدل احنا عندنا مشكله ولا لا. والجرافز دي او الرسومات دي بتبين برضو واقع ملموس، في ناس لما بتزيد في اماكن معينه. بالظبط. وفي ناس بيبقى عندها نوع او نوعين من دول كمان، يعني خلي بالك والله. في ناس بتيجي عندها المشكلتين، يعني واخده الاثنين شيب. أوكي. فلازم ناخد بالنا، كل واحد كده يقف قدام المرايه يقيم نفسه، انا ايه مشكلتي؟ أوكي. هتلاقي المشكله غالبا في الاكل الغلط، اكل المواد الحافظه، الاكل من الشارع، الدهون الغلط، النشويات الغلط، كل الكلام ده هتلاقي السمنه متركزه في منطقه البطن، وده بيؤدي الى مرحله ما قبل السكر، ثم السكر، ثم ارتفاع الكوليسترول، ثم مشاكل القلب والشرايين. طب احنا لغايه دلوقتي دكتوره بنتكلم عن الرجال والسيدات البالغين والبالغات، طب الاطفال هل ينطبق عليهم اي طبعاً. رسمه من دول؟ على فكره الاطفال دلوقتي بقوا كل اكلهم تقريبا من الشارع. طب. نمره اتنين، وما بيحبوش اكل البيت. مالين الدنيا مقرمشات من النوع اللي حضرتك بتتكلمي عليه. ما بيحبوش اكل البيت. صحيح. نمره اتنين، ما فيش حركه. نمره تلاته، ما فيش شرب ميه. نمره اربعه، خضار وفاكهه ما فيش، يعني الياف ما فيش، يعني كل اكلهم عباره عن، كل شربهم عباره عن عصاير، عباره عن حاجات محفوظه. ومواد حافظه. فهم احنا بقينا بنشوف السكر من النوع الثاني والكوليسترول في اطفال عندها 10 سنين للاسف. يا ساتر. فاحنا لازم نخلي بالنا كويس قوي، لانه الجسم ده بدا يتاثر بيه الاطفال وبدا يبقى نفس الشكل، ان بتلاقي العيله كامله نفس الشكل، قاعدين بنفس الطريقه، نفس شكل البطن، نفس توزيع الدهون. صحيح. طيب ايه الوجبات النموذجيه اللي
بغض النظر مش هتكلم على فئه عمريه بعينها، بس ايه الاكل الحلو اللي ما نتحرمش من خلاله من الحاجات اللي احنا عندنا شهيه تجاهها؟ نفس التكنيك اللي حضرتك اتكلمت فيه على السحلب، ان احنا ممكن نشرب السحلب لو بنحبه بس نعمل منوره ما، هل الكلام ده ينطبق على الاكل كله؟ ينطبق على الاكل كله. بص، مفيش حاجه ممنوعه في المطلق ومفيش حاجه مسموحه في المطلق. يعني ما اجيش اقول، يعني انا افتكر حد مره قال لي زيت الزيتون، مش زيت الزيتون قلته ان هو مفيد، ما انا ممكن بقى احط نص لتر في اليوم. مين قال كده؟ ما هي دي كلها سعرات مضافه، وكل ده زياده، اي حاجه زياده هتتحول في الجسم لدهون وهتتخزن بصوره سيئه. وفي ناس من اللي هم عايزين يخسوا بياخدوا معلقه على الريق، معلقه زيت زيتون، اسمع حاجات زي ده كده. عشان الكوليسترول، وعلشان ان هو يساعد في تنزيل الكوليسترول، بس لازم اشوف الاول انا محتاجاها ولا لا، واحسبها من السعرات بتاعتي. المهم احنا اول حاجه اليوم بتاعنا زي ما قلت لازم يبدا بوجبه نشويه بروتين دهون. يعني ممكن اخد العيش البلدي مع الفول مع الزيت الحار، ده وجبه جميله جدا. بس فول طبق مش قدره يعني. لا طبق يعني بالظبط على قد النص رغيف. اقصد بتكلم على الكميه، لان في ناس بالنسبه لي يقول لك انا فطرت فول يعني وكانه بيتكلم على طبق، في حين ان هو اكل كميات وافره. لا احنا عايزين ان احنا ناخد يعني الكميات المتوسطه. طبعا اللي انا بقوله ده شخص متوسط، يعني انا بتكلم في شخص وزنه من 70 ل 75 كيلو. هيزيد عن كده هبقى سعراته اكتر من كده. الواحد لو نشاطه البدني اعلى من كده اكيد هياكل احسن من كده باكتر من كده برضه. تمام. طيب ممكن وجبه بينيه في النص، اخد مثلا زبادي مع فاكهه. اجي مثلا على الغداء اخد قطعه البروتين بتاعتي، اخد معاها رز او مكرونه او بطاطس او عيش زي ما احنا عايزين برضو بكميات معتدله بالظبط، وحاجه منهم ما اقعدش اكل رز مع الرز مع العيش مع، يعني ما ينفعش. وبعدين اخد الخضار والسلطه بكميات كبيره، ويا ريت ابدا بطبق السلطه، لان طبق السلطه بالالياف اللي فيه هيقلل امتصاص الكوليسترول، هيقلل امتصاص السكر الزياده، هيخلي مفيش امساك، هيخلي حركه معدتك مظبوطه، فده هيبقى مفيد جدا ان احنا نبدا دايما بطبق السلطه. طيب جيت بقى جعت على بالليل، انا عندي وجبات لطيفه جدا. هو الشتاء جميل قوي كمان في حمص الشام، هو احنا ناسينه ليه؟ حمص الشام ده جميل جدا. وجبه بروتين، وجبه نشويه فيها كمون، فيها ليمون، وجبه جميله جدا بتحسس بالدفء، وفي نفس الوقت سعراتها مش كتير. كوبايه الواحده لو اول حوالي 4 أو 5 معالق فيها حوالي 120 سعر، فانت بتاخد وجبه جميله جدا. طيب البليله، البليله واحنا ناسينها ودي بتاعت الشتاء وجميله، وقعت مننا دي يا طبعا. البليله مع كوبايه اللبن، ممكن نضيف لها مكسرات، ممكن نضيف لها مثلا زبيب، ده هيضيف لقيمتها الغذائيه بس كتير. مش البليله من المأكولات او من المشروبات اللي بينصح بيها للناس اللي عايزه تزود وزنها؟ لا مش لسه بقول لك ان احنا المفروض نختار النشويات المعقده مش البسيطه. وسالتني ايه هي السكريات البسيطه، طب ما هو البليله دي من نشويات معقده، يعني البليله دي من الحاجات اللي بتدي طاقه فتره طويله، من الحاجات اللي ما بتزودش الوزن، من الحاجات اللي ما بترفعش سكر الدم. يبقى إذن هي مليانة فوائد وفيها ألياف طبعا غذائية وفيها نسبة بروتين، فدي هتبقى وجبة جميلة جدا. زي الفل. عايز أسأل حضرتك على حاجة برضو أخيرا يا دكتورة بعد إذنك، لأن والكلام اللي هقوله لك ده ينطبق على الرجالة أكتر بكتير من السيدات. أوكي. في رجالة أكيلة ومزجتلية في الأكل. جميل. يعني يقول لك إيه طاجن عكاوي بالمش عارف إيه، صينية كذا بالليل بالصبح مش فارقه كتير. الناس اللي بتحب النوع ده من الاكل بياكلوه. هو الفكره في توقيت اكلها ولا في نوعيه الاكل نفسه؟ الكوارع والحاجات اللي هي السمينه دي. هو في دراسات جديده معموله انه دراسات على الكوارع. لا لا حقيقي على الاحشاء نفسها. أوكي. انه ان هي بتساعد جدا في تخفيض الكوليسترول بتاع الدم على عكس ما الناس فاهمه. لكن طريقه طبخها برده هنرجع نقول هو ده اللي بيأثر على سعراتها، لكن مش هاكلها بالليل برده. يعني انا محتاجه ان انا اكل وجبات خفيفه علشان ما يبقاش في سمنه، علشان اقدر ان انا اهضم، على اساس ان انا محتاجه ان انا اهضم الوجبه دي في 4 5 ساعات. فما ينفعش ان انا اكلها وانام، والا ممكن يجيني مثلا مشاكل في التنفس بالليل، ممكن يجي ارتجاع، وده مش هيبقى صح. طيب عشان احنا فاضل عندنا حوالي قولي دقيقه ونص. أوكي. هل في اي رسومات ناقصه ولا احنا كده غطينا كل حاجه؟ لا احنا كده غطينا تقريبا كل حاجه. بس حلو. لازم اقول لاي حد، بص على شكل جسمك، بص على التغيرات اللي حصلت في جسمك في فتره قد ايه، هل هي في فتره قليله او في فتره كبيره. لازم تستشير الطبيب علشان نشوف هل في مشكله في الهرمونات او مشكله كمان في الفيتامينات، او في نقص فيتامين، او في اي مشكله عندك. ما تسيبش نفسك لقصه انا بزيد في الوزن ومهما بعمل مش بخس. لا، لو استشرت طبيب هيحاول يعرف ايه المشكله ويقدر ان هو يوصلك للطريق السليم. حلو. احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا بشكل او باخر عن الناس اللي عندهم شهيه عاديه
سواء عاديه او زياده. طب الناس اللي عندها العكس، الناس اللي عندها فقدان للشهيه، فقدان الشهية احنا طبعا انا ما بحبش ان انا اتدخل بادويه تفتح الشهيه من الاول، لازم ابتدي اشوف المشكله فين، لانك عاده من خلال الخبره بتلاقي انه الناس اللي فاقده الشهيه دي بتاكل اي حاجه طول النهار، وبعدين في الاخر بتلاقي الوجبه المفيده مش عايزه تاكلها. اوكي، فاحنا هنلاقي ايه؟ عصير، نسكافيه، ببدا يومي بشاي بلبن، سجاير، سواء بالظبط. طبعا السجاير بتغير طعم الاكل اساسا، وبتغير التيست بودز او بتغير الريسبتورز بتاعت التذوق الموجوده على اللسان، وبالتالي ممكن تسد نفسك تماما. وبتعلي الحرق على فكره، فهو يعني احنا برضو الناس اللي بتشرب سجاير وعايزه تبتدي تاكل كويس لازم تقلل السجاير عشان تبتدي تاكل كويس. دي اعتقد نصيحه مهمه لكتير جدا من المدخنين بصفه خاصه. احنا للاسف وقتنا خلص يا دكتوره، نشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، امتعتينا وافدتينا كمان بوجودك. نشوفك على خير ان شاء الله، لازم تنورينا تاني باذن الله. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره تانية نكمل كلامنا. اتفضل.